كنت تخليني بس قبل ما حضرتك تكمل كلامك تقول التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، محمود وحيد ناحيه الشمال، اثنين قلبي دفاع رامي ربيعه وايمن اشرف، وكالعاده عمرو السوليه بجانبه محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات ناحيه اليمين، ورمضان صبحي ناحيه الشمال، ووليد سليمان، وفي الامام جونيور اجاي. ده التشكيل الرسمي للنادي الاهلي.